يوم كيتو، الفطار الصبح اومليت، وفي اي خضار موجود من غير عيش، وفي ستريبس لانشون، في طماطم، في فلفل احمر، وهحط عليه شويه افوكادو مع البيضتين. هو ده الفطار. صباح الخير، ازيكم؟ النهاردة هرجع تاني للي هو كل يوم بداية جديدة مع حنان عواد، وهصبح عليكم كل يوم الصبح وهشرب كم معاكم القهوة. فالنهاردة صحيت من النوم ولبست وجهزت، لان دي اول حاجة تقريبا انا بعملها في اليوم. لما بحس ان انا لبست هدوم مختلفة عن هدوم النوم وهدوم البيت، بيجامات البيت والحاجات دي، بحس ان انا مستعدة لاستقبال اليوم، مستعدة ان انا اعمل الحاجات المهمة في حياتي. حتى على فكرة لو انا قاعدة في البيت، احنا دلوقتي انا قاعدة في البيت، احنا قاعدين في البيت 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع، لان المدارس مقفولة، المكاتب مقفولة، اللي بيشتغل بيشتغل من البيت، اشغال معينه هي اللي مفتوحه. يعني مثلا اللي بيشتغل كاشير في محل لازم طبعا يروح هناك، لكن كل اللي ما يسمى بالوايت كولر جوبز، اللي هي زي المحاسبين، طبعا الدكاتره لا، المحاسبين، الموظفين، الاتش ار، المحامين، طبعا البيزنس بتاعي، شغل جوزي، كلها اشغال ممكن نعملها من البيت. وده نظام مش جديد عليا، لان يعني حتى كمان انا مكتبي قريب خالص خالص من بيتي، فيعني واغلب الاشغال ممكن فعلا اعملها من البيت. فالمهم لبسي الصبح ان انا اتهيأ لاستقبال اليوم بيديني احساس حلو قوي. وتعودت ان انا انظف البيت واكنس وامسح واغسل المواعين وانا لابسه لبس شيك ولطيف مختلف عن البيجامه اللي بلبسها في اخر اليوم عشان ارتاح واحسس نفسي ان خلاص كده اليوم بيقفل، ولا طبعا لبس النوم. فكل يوم هصبح عليكم وكل يوم هاخدكم معايا على مدار اليوم. النهاردة اول يوم هنبتدي فيه كيتو. مش عارفة اذا كنتوا سمعتوا عن السيستم ده في الرجيم ولا لا، بس هو رجيم معتمد على تقليل الكاربس كتير والاعتماد على البروتين والدهون. واحنا عملناه قبل كده ونفع معانا جدا ومشينا عليه واحنا مرتاحين، لكن لما جه رمضان معرفش ايه اللي خلانا لخبطنا ورجعنا تاني بقى للمكرونة والرز والحاجات دي. وعلى فكرة في الكيتو في ينفع تاكل حاجات شبيهة بالمكرونة والرز والحلويات كمان. انا كانت مشكلتي في الحلويات، مشكلتي ان انا كنت محتاجة انفست في نفسي ان انا اتعلم ازاي اعمل الحلويات، حلويات الكيتو. ف هو ده اللي انا ناوية اعمله المرة دي، لان انا مش عايزة امشي على رجيم وامشي عليه شوية وبعد كده ارجع تاني. انا كنت بدور على لايف ستايل سيستم، وفعلا هو ده اللي لقيته. وفي صديق من اصدقائي، مع انه هو كبير في السن، اعتقد انه عنده 70 سنة، مشي عليه هو ومراته ولمدة طويلة. دلوقتي بيقول لي انا اصلا اكلي كله هو كيتو. فايه الكيتو ده؟ ايه الانواع الاكل اللي مسموحة لينا؟ انا كتبت لستة لان انا راح اشتري الحاجات دي. فمثلا البيض مسموح، الافوكادو، الخس، الاسماك مسموحة، السبانخ، انواع الجبن، الجبن كيتو فريندلي، الناتس اللي هي الناتس
بسم الله الرحمن الرحيم. المكسرات، اللوز والبندق والعين الجمل والحاجات دي، الطماطم، الخيار، الكوسة والبروكلي والكوليفلاور، الأرنبيط، والمشروم، والفواكه، فواكه معينة. في فواكه كيتو فريندلي، في فواكه مش كيتو فريندلي. فعشان نحل موضوع الفواكه، انا هاكل الفواكه بس اللي مسموح بيها في الكيتو، لكن اولادي هسمح لهم انهم ياكلوا كل الانواع التانية، لان هم مش محتاجينه قوي. زي البتنجان كيتو فريندلي، الفلفل، الفلفل الرومي بكل انواعه، الخرشوف، الزبدة والزبادي. يا الزبدة انا كانت شكلي كاتبها مرتين. الألبان بكل أنواعها. بالنسبة للعيش بقى، هو بيسموه العيش الجلوتين فري او الكيتو فريندلي، اللي هو مفهوش كاربس كتير. وانا اكتشفت ان انا عندي مشكلة كمان مع القمح. طول السنين دي كان عندي مشكلة كمان مع القمح وما كنتش باخدها في بالي. كنت بتعب لما باكل مكرونة، لما باكل عيش. العيش اللي ما كانش بيتعبني هو العيش البلدي بتاعنا اللي بالردة، لانه بالردة فكمية القمح فيه اللي هو القلب القمح اقل، والقمح نفسها اللي هو القمح الاسمر اللي هو الدقيق اللي مش مبيض. ففي دقيق كيتو فريندلي، في عيش كيتو فريندلي، فهو ده اللي انا هجيبه وهمشي معاكم. اللي خلانا يعني نقول ان احنا لازم نكمل في السيستم ده، هو ان احنا تقريبا كلنا خسينا في رمضان، فده شيء كويس قوي، خصوصا انا وجوزي. وجوزي محتاج انه يخس كتير. انا خسيت 5 كيلو بحلو. انا يمكن ده مش رقم كبير بس انا فرحانه بيه جدا، مع طبعا مع المشي، مع الرياضه، مع اليوجا اللي بنعملها في البيت. هنا التركيز على ان احنا تبقى صحتنا كويسه. وانا يمكن كنت بكلم انسان عزيز عليا قوي، بيجادلني وبيقول لي ما طول في الاعمار في طول السهر وما قصر بالاعمار مش عارف ايه، ليه الاغنيه بتاعت ام كلثوم، بس مش فاكره البيت كويس قوي. يعني في النهايه العمر واحد والرب واحد، ومحدش هيعيش اكتر من اللي مكتوب له، ومحدش هيموت ناقص عمره والكلام ده. وانا بكلمش على الحياه والموت، مش هو ده اللي بجادل فيه. انا بتكلم على ان الواحد يعيش بصحته ويحافظ على صحته. واول حاجه، اول حاجه بتاثر على صحتنا هو الاكل اللي بناكله. يعني احنا بناكل كل يوم، وهتلاقي كل مشاكلنا جايه من الاكل. وتاني حاجه هي المشي او مش المشي، الحركه. وتالت حاجه هو الاسترس او الانضغاط العصبي. ف يعني عارفين كأننا قدام كرسي بثلاث رجلين بس متوازي متساويين. فالحمل يعني خليها ترابيزة بثلاث رجلين. تقدر تثبت على الثلاث رجلين دول، فلما يبقى رجل من الرجول دي فيها خلل ترابيزة هتقع. فهو ده اللي احنا بنحاول نعمله. انا وريتكم الفطار بتاعي كان شكله ايه، لان احنا فطرنا الصبح، فانا وريتكم الفطار بتاعي كان شكله ايه. القهوة انا بشربها من غير سكر، بحط فيها حاجة اسمها ستيفيا. ستيفيا ده السكر من الفواكه، من ستيفيا، مادة اخف شوية. ايه اللي ممكن تعملوه عندكم لو مفيش الحاجات دي؟ يا اما تقللوا السكر، استخدموا السكر الاحمر بدل السكر الابيض اللي هو المبيض. و لو تقدروا تحلوا الحاجات بتاعتكم بالعسل، يبقى نقطتين عسل احسن من السكر الابيض اللي هو بتاعنا. وتقليل السكر اهم حاجة. وتقليل السكر مش في الشاي والقهوة بس، تقليل السكر في حاجات كتير قوي. فهو ده اللي احنا هنركز عليه. ايه تاني؟ الكتاب ظهر ونزل الاسواق، طفولة بلا زوابع. انا واخدة المرحلة اللي هي لغاية سن 10 11 12 سنة،
بعد كده الكتاب التاني اللي هينزل اسمه مراهقة بلا زوابع، لسه بيتكتب ولسه بظبط فيه، وفي كتاب تالت كمان ابتديت فيه، وده هينزل ان شاء الله ان شاء الله في ديسمبر او على اول السنة الجديدة. هحط لكم في الديسكريبشن بوكس معلومات اكتر عن الكتاب وازاي تشتروه. في مصر الشراء سهل جدا، دار النشر عامله كتاب رقم على الواتساب ممكن تتصلوا بيه، واعتقد ان هم بيوصلوا لاي مكان في مصر، فده هيبقى ظريف. الكتاب خفيف، الكتاب لما هتقروه هتحسوا انه انا، الناس اللي قريته كانوا يعرفوني على المستوى الشخصي او على المستوى المهني، قالوا لي هو روحك، هو يعني انتي. كتاب خفيف لطيف، فيه قصص كاتبها لكم زي ما كانت بتحصل، الكلام زي ما احنا بنقوله، واخدة بقى من يعني من بدايات الحمل، فطبعا يعني ده يعني ملخص لكم حوالي 11 سنة من حياتي، فاعتقد انه هيعجبكم. الكتاب كمان ينفع للرجالة والستات، لان انا كاتبة حاجات كتير قوي عن جوزي وعن المواقف اللي كانت بتحصل بينا والكلام ده كله، فهينفع. وحتى كاتبة كمان يعني اجزاء خاصة للرجالة، وعاملين بحث حلو قوي 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 انا وجوزي، وجاب لي ريسورسز فظيعة، يعني عايزة اقول لكم مصادر طبية وكتب وابحاث منشورة في مجالات علمية، فالكتاب متعوب عليه. بس غير كده هاخدكم معايا على مدار اليوم والنهاردة كمان. يمكن عايزة اكلمكم على الظهر كده ان شاء الله على حاجة مهمة قوي. في سيدات بتبعت لي بناتهم متجوزين، والسيدات بيشتكوا من حاجة معينة في جواز بناتهم. فالنهار فأنا فكرت يعني الأيام اللي فاتت فكرت إزاي نقيم حياة أولادنا الزوجية. إحنا مش عايشين معهم كل يوم، سواء ابننا أو بنتنا اتجوزوا وراحوا عايشوا خلاص في مع ابننا عاش مع مراته، بنتنا عاشت مع جوزها. ازاي احنا واحنا برا نقيم حياة اولادنا الزوجية بشكل موضوعي، وبشكل ما يخليناش ان احنا نبقى سبب في مشاكل ليهم في حياتهم؟ لان دي بصراحة بتؤرقني قوي قوي قوي، ان احنا نكون سبب في مشاكل في حياة ولادنا. فالنهاردة هكلمكم عن الموضوع ده. دلوقتي هاي الليستة بتاعتي، هاخدها وننزل نروح نشتري طلبات البيت. اشوفكم بعد شوية. شباب وبنات وكمان اطفال، ان احنا نحط واقي من الشمس، خصوصا الايام دي مع ترقق طبقة الاوزون. الحماية من الشمس ما عادتش زي زمان، بقى في امراض جلدية كتير قوي، بقى سرطان الجلد منتشر قوي. فاي نوع، انا مش بعمل بروموشن لاي نوع ولا بقول لكم ان ده احسن من ده، اي نوع موجود. انا بستخدم 50 وبستخدم الحاجات اللي هي معمولة للسبورت عشان العرق ده، ممكن يعني ما بيتحللش من مكانه لمدة حوالي 80 دقيقة، فطبعا الواحد مش هيعرق المدة دي كلها. وطبعا الناس اللي بتنزل مشاوير وفي الشمس والحاجات دي،
تأثيره مش بس عشان الرينكلز والتجاعيد والحاجات دي، الموضوع أبعد من كده بكتير. الموضوع يخص الصحة، ولو هتنزلوا بقى تروحوا على بحر ولا جنينة ولا حاجة زي كده، مع ان المفروض دلوقتي يعني في كورانتين وفي جائحة بتجتاح العالم، فروحوا للصيدلية اشتروا واقي من الشمس، احموا جلدكم، كل المناطق اللي بتتعرض. يعني انا كمان بحط كمان على ايديا غير وشي، واحيانا بحط على وش رجلي لو انا لابسه صندل او حاجه مفتوحه. وحطوا لاولادكم كمان قبل الخروج، وحتى الشباب والرجاله قولوا لهم، لان ده حمايه للجلد قبل ما يكون تجميل او اي حاجه. رجعت لكم تاني بعد ما رحنا اشترينا وحطينا وعملنا ورتبنا وطبخنا واكلنا. حبيت اقعد اكلمكم عن ازاي نقيم العلاقات. واللي اوحالي بالفكرة دي رسالة جاتني من ام بتحاول تقيم علاقة بنتها مع جوزها. الام حاسة ان العلاقة فيها توتر او ان فيها حاجة مش مظبوطة، بس مش عارفة هي ايه، والبنت ما بتكلمهاش او على كلام الام مش بتصارحها. ففي هنا كذا نقطة. النقطة الاولانية ان ما نقدرش نجبر حد انه يكلمنا او يصارحنا بحاجة معينة، خصوصا لما تكون حاجة حساسة في علاقة زواج او حاجة شبيهة بزي كده. فما نقدرش نجبر حد. اللي عايز يكلمنا وياخد رأينا حاجة، واللي مش قابل ومش عايز دي حاجة تانية. النقطة التانية هو الثقة اللي بين الأم والبنت، اللي بتخلي البنت تكلم أمها لأنها بتثق فيها وبتثق في رأيها. يمكن البنت مش واثقة في الأم ورأيها، أو خايفة من رد فعلها، أو خايفة إن هي تاخد موقف مثلا من جوزها أو حاجة زي كده. او النقطة الثالثة بقى انه ممكن ما يكونش فيه حاجة فعلا، وهو ده اللي خليني اتكلم على تقييم العلاقات الانسانية. واكتشفت ان انا بعملها بشكل لا شعوري، ان انا بطبق حاجة اسمها هرم ماسلو. هرم ماسلو اللي شغالين في الـ organizational development، التطوير المؤسسي، ودي حاجة أنا اشتغلت فيها لفترة كبيرة، عارفينه جدا جدا. وهو إبراهام ماسلو حط هرم، عمل كده هرم للاحتياجات الإنسانية، وإزاي الاحتياجات الإنسانية دي بتترجم إلى حافز من داخل الإنسان عشان يعمل عمل معين ويكون ساتسفايد بحياته، راضي عن حياته ومبسوط ومرتاح. وكنا كمان بنعلمها للقياديين والإداريين والمدراء، وأنا استخدمتها بأكتر من شكل. إزاي أحفز التيم بتاعي، إزاي أحفز الناس اللي أنا مسؤولة عنهم. هرم ماسلو بيقول إن احتياجات الإنسان على أكتر من ليفل، أكتر من مستوى، وما بيطلعش للمستوى الأعلى إلا لما بيكون استكمل المستوى الأولاني. أنا فتحة على الكمبيوتر عندي هنا هرم ماسلو، هحط صورة الهرم في الجنب. أول مستوى هو الفيزيولوجيكال نيدز أو الاحتياجات الفسيولوجية، الاحتياجات الجسدية اللي أنا محتاجها عشان أقيم حياتي، زي المية والهوى والأكل والراحة. فإحنا في علاقة ما، إحنا متجوزين وفي علاقة ما، هل العلاقة دي بتتيح لي القسط المناسب من احتياجاتي الفسيولوجية؟ هل أنا باكل كويس؟ هل الزوج بيصرف كويس على البيت فالأسرة دي بتاكل كويس؟ والأكل الكويس هنا مش معناه الغالي، ممكن ناس تصرف
فلوس كتير قوي على اكل جانك، لكن في النهاية اكلها مش كويس ولا حاجة. جودة الحياة بشكل عام في المكان اللي احنا فيه، في شقتنا، في الحي بتاعنا، الراحة، هل بنقدر نرتاح ولا في ضوضاء ودوشة، او البيت فيه ضوضاء ودوشة والواحد مش مرتاح في البيت. وهنا انا بتكلم على الاب والام، الزوج والزوجة، الناس اللي هي في هذه العلاقة، اللي في الاسرة دي، هل كل واحد عنده ما يكفيه من اكله وشربه وجودة الهواء اللي موجود في البيت والمكان والقسط الكافي من الراحة والنوم. مادام استوفينا الليفل ده نقدر نطلع للليفل اللي بعد منه. ولكن لو احنا عندنا مشكلة في الليفل ده ما نقدرش نفكر في الحاجات التانية، وانا عندي مشكلة هنا وقع، هنا في حاجة وقع، فلازم نفكر في العلاقة، سواء انا بقيم اي علاقة من بره او انا جوه هذه العلاقة. يا ترى احنا واحنا مع بعض في هذا المكان وفي هذه الاسرة، انا مستوفي احتياجاتي الفسيولوجية الاساسية، اكل، شرب، نوم، راحة، جودة البيت اللي انا عايش فيه او اللي انا عايشة فيه، استوفينا النقطة دي نطلع بقى للليفل اللي بعد منه، وهو السيفتي نيدز، احساس الامان، والامان المعنوي والامان الحقيقي. هل المكان اللي احنا عايشين فيه ده مكان امن؟ هل الحي اللي احنا عايشين فيه ده حي امن؟ مفيش حد بيعتدي على حد، مفيش حد بيضر حد، سواء جسديا او معنويا. والامان بيشمل كمان تعاملاتنا مع بعض، هل انا مع هذا الشخص امنة على حياتي، ما بيضربنيش، ما بيهنيش، مفيش عنف، مفيش زعيق شخيط، مفيش انتميديشن، تخويف، ترهيب، هل انا امنة على نفسي جسديا ونفسيا ومعنويا مع هذا الشخص؟ والعكس برضو كمان برضو بيقع في هذا الليفل السيكوريتي، اللي هو احنا امنين ان احنا عندنا ما يكفينا من فلوس، ان احنا مش هنجوع، ان احنا مش مديونين، ان احنا مش يعني كل الامان بشكل عام. هل الشخص اللي انا معاه ده قادر على ان هو يوفر الامان ليا ولاولادنا، او هل الراجل اللي متجوزاه بنتي ده قادر يوفر لها الامان؟ هل بيحافظ على سلامتها النفسية، ما بيأذيهاش، ما بيجرحهاش؟ في الليفل ده الامان. يبقى اول ليفل الاحتياجات الجسدية، اكل وشرب وراحة ونوم، دخلنا في الامان، انا حاسة بالاستقرار المادي والنفسي والمعنوي والجسدي، انه بيضربنيش، ما بيأذينيش. لو استكفينا المستويين دول ندخل بقى للليفل الثالث اللي هو البيلونجنس اند لوف، الحب والانتماء. ودي داخل فيها الاحساس بالحب، العلاقة الحميمة، ساتسفاينج، مرضية للطرفين، الاثنين بيستمتعوا بيها، احساسهم بالحب، احساسهم بالحنية، بالمودة، بالسكينة، كمان بالاصحاب، هل سمح لها ان هي يكون ليها اصحاب ومجتمع اصحاب؟ هل هي سمح له انه يكون له اصحاب ويطلع مع اصحابه؟ للاسف انا بسمع حكايات غريبة قوي عن ان الزوجة ما بتسمحش لجوزها ان هو يقابل اصحابه، لأس اصحابه مش عاجبينها. طب ما انت كنت عارفة اصحابه دول من قبل ما تتجوزوا، ليه دلوقتي؟ وده خلاني افتكرت حاجة كنت قريتها زمان في كتاب اللي هي Men from Mars Women from Venus، الرجال من المريخ والنساء من كوكب الزهر. الكتاب حلو جدا ورائع، لكن ترجمته العربية ترجمة حقيرة جدا 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 بصراحة. الكتاب الأصلي أحلى بكتير وأحسن بكتير، والترجمة أجحفت حق الكتاب ده.
في الكتاب الكاتب جون جراي، هو عمل كتب كتير قوي على فكرة وكتب كلها حلوة، بيتكلم ان الراجل لما بيتجوز او بيرتبط بحد بيبقى شايف ان مفيش حاجة هتتغير في العلاقة، اما بقى الستات لما ما بتصدق انها تتجوز او ترتبط بحد عشان تغير كل حاجة. فدي نقطة مهمة جدا. هو شايفها الحلوة النعنوشة الفرفوشة اللي جسمها سمباتيك اللطيفة اللي لما بتشوفه بتتهيأ له وبيتقابله رومانسية والكلام دوه، وفاكر ان ده مش هيتغير. اما هي بقى بتصدق هي تقفشه ويتجوزه عشان تغير لبسه وتغير شكله وتغير شخصيته وتغير معاملاته وتغير اصحابه وتغير كل حاجة. عشان كده بيبقى فيه صراع، هو مش عايز يغير حاجة وهي عايزة تغير حاجة، فلازم ناخد بالنا. ففي الليفل اللي انا بتكلم فيه اللي هو التالت ده، اللي هو الليفل اللي فيه الانتماء، هل انا شاعر بالانتماء لهذا الشخص وهو شاعر بالانتماء ليا ولا لا؟ والانتماء بيجي من الاهتمامات المشتركة، من الحاجات اللي بنحب نعملها سوا، ومش لازم ان الاتنين يكونوا بيحبوا كل حاجة مع بعض. انا ممكن يكون في مساحة من حياتي بحب اعمل حاجات مختلفة، وهو في مساحة من حياته بيحب يعمل حاجات معينة، لكن في النص مساحة مشتركة، حاجات بنحب نعملها سوا، اماكن بنروح نزورها سوا، نحب نزورها سوا، موضوعات بنحب نناقشها سوا، اهتمامات معينة لينا احنا الاثنين مع بعض. وطبعا زي ما قلت لكم في الليفل ده كمان العلاقة الحميمة وكمان الاصدقاء. هل انا في هذه العلاقة حاسة ان انا ليا المجتمع الصغير بتاعي، مجتمع الاصدقاء، ولا جوزي حرمني من ان يكون لي اصدقاء، او حرمني من ان انا اكون اروح عند بيت اهلي، او هي عامله له نفس الحكايه حرمان هو يروح بيت اهله او حرمان يكون له اصدقاء. قيمنا الليفل ده وكل حاجه فيها تمام، نقدر نطلع للليفل اللي بعده. لكن خدوا بالكم البني ادمين ما نقدرش نهتم بحاجه ابعد الا لما نستوفي الحاجه القريبه، فلازم نطلع ليفل ورا ليفل. نيجي بقى للليفل الرابع اللي هو الاستيم. دي بقى شاملة البرستيج and feeling of accomplishment. يعني ايه؟ يعني انا عندي برستيج ولا لا؟ برستيج هايلمان. فاكرين في مسرحية سك على بناتك لما كان فؤاد المهندس بيكلم بنته ويقول لها امك كانت بتديني برستيج قدام الناس، وبيننا وبين بعض كانت بتاخده تاني. هو الاحساس الاحترام، هل هذا الطرف بيحترم الطرف التاني ولا لا؟ بيتعامل معاه لانه هو انسان، هو او هي انسان كامل، مفيش حد فينا ناقصه حاجة بيكملها من التاني، لا، احنا انا انسان كامل، هو انسان كامل، واحنا مع بعض بنبني حياة مع بعض. لكن انا مش محتاجه له عشان نقص فيا، ولا هو محتاجني عشان نقص فيه، لا. سبورت، دعم، نساند بعض، نبني حياه مشتركه مع بعض، يديني الاحترام قدام اهله وقدام اهلي، وانا كمان اديله الاحترام قدام اهله وقدام اهلي. الاحساس بالاكومبلشمنت دي مهمه جدا، الاحساس بالانجاز، هل بيديني الفرصة ان انا انجز حاجة ولا لا؟ ان انا احس ان انا عملت حاجة كويسة، ممكن تكون حاجة بسيطة قوي. الله الاكل ده حلو، الله شكرا على الهدية اللي انت جبتها لي. احساس بالاكمبلشمنت، احساس بالانجاز، ان انا حققت حاجة، بيديني المساحة ان انا احقق ما اريد تحقيقه، وانا كمان بديله المساحة انه يحقق ما يريد ان يحققه. وكل واحد فينا بيدي الثناء على الطرف التاني لما حققه. عشان كده لما مثلا تلاقي ست مش محترمة شغل جوزها، او حاسة ان هو ما بيعملش حاجة، او انه مش ناجح في شغله، احترامها ليه بيقل،
وانا بكلمش على الفلوس، انا بتكلم على احساس ان هو بيعمل حاجه مفيده في الدنيا. ماما لما كانت تتكلم على بابا وشغله كانت بتتكلم بفخر. هو مثلا لما كان بيتكلم على الدور اللي كانت بتقوم بيه في حياته وحياتنا كانت برضو بيتكلم بفخر. فدي مهمة. خلصنا بقى الليفل اللي هو بتاع الاحترام ده، ندخل بقى في الليفل الاخير بقى، وده انا بحبه جدا، وللأسف في ناس بتبتدي بيه قبل ما تشوف الليفلز اللي تحت منه، وهو السلف اكتواليزيشن او السلف فولفيلمنت. ان انا احس ان انا وصلت او ان انا في طريقي الى ان اصل لماي فول بوتنشال، لكل ما يمكن لي ان احققه، كل احلامي، كل طموحاتي. لو انا بحس بان انا حققت ذاتي، هو فعلا تحقيق الذات، ان انا حققت ذاتي في ان انا اكون ناجحه في شغلي مثلا، هل بيساعدني ان انا انجح في شغلي واحقق ذاتي في شغلي ولا لا؟ هل انا بسمح له انه مثلا يدرس ويكمل دراسات ويحقق ذاته في شغله ويترقى ولا لا؟ ولا انا عبء نفسي عليه فمش سامحاله انه هو يحقق ذاته؟ هل انا حرمتها من انها تذاكر حاجه او تعمل حاجه؟ يعني في سيدات بياخدوا قرار ان هم يقعدوا في البيت عشان يراعوا الاسره، لو هي من جواها حاسه ان دي تضحيه عمرها ما هتحس انها حققت ذاتها. ولكن لو هي ربطت احساسها بتحقيق الذات بما تحققه لهذه الاسره، هنا تفرق. هل مثلا ممكن تحس بتحقيق الذات من خلال الهوايات اللي هي بتعملها؟ كان في سيدات بتعمل مشغولات ورسم وحاجات زي كده، وكان في سيده لطيفه جدا بحبها قوي صديقتي، كانت بتهوى الرسم وطول حياتها، يعني هي مهندسه ما اشتغلتش في الهندسه وتجوزت وقعدت في البيت واعتنت بالولاد، ولكن كانت بتحقق ذاتها عن طريق الرسم واللوحات اللي هي بتعملها، بقت فنانه. ومش بس كده، كانت بتعمل معارض ومعارض بره كمان، يعني مش في البلد اللي هي فيه وبس. فده كان الجزء بتاع تحقيق ذاتها، وكان جوزها مديها وسمح لها بان هي تحقق ذاتها في هذه الهوايات. في المقابل بقى سيده تانية برضو كانت تهوى الحاجات الفنيه، حبت انها تعمل ده بيزنس، فبقت بتتكلم مع جوزها على ان ده بيزنس، فبقى بيسالها بتكسبي كام، بتبيعي بايه، بتعملي ايه، وبتكلمني وبتقولي انا بحققش اي ربح. قلت لها يمكن ده ما ينفعش يبقى بيزنس ليكي، فما ينفعش تحققي ذاتك من خلال الهوايه دي كبيزنس، لكن ممكن تحققي ذاتك من خلال الهوايه دي كهوايه. حتى لو بعتي المشغولات بتاعتك بتكلفتها، احساسك ان المشغوله الفنيه بتاعتك راحت بيت واضافت لجمال هذا البيت، خديه على ان هو تحقيق ذاتك. لكن ما تكلميش جوزك على ان انا هكسب واعمل فلوس والكلام ده، لا، انا بحب اعمل ده، انا دي متعتي في ان انا بخرج من الطبيخ والغسيل والعيال والزعيق والكلام ده الى ان انا بقى بعمل هواية وبعمل حاجة جميلة وحلو. حققت فلوس ما حققتش فلوس مش هي دي القضية، بس تحقيق ذاتي نابع من هوايتي دي او من مذاكرتي دي. في ناس تحس ان القراية مثلا هي تحقيق ذاتها، او انها مثلا تساعد حد او تنزل تتطوع في 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 هيئة خيرية مثلا. هل الطرف الثاني بيساند الطرف الاولاني في تحقيق ذاته ولا لا؟ فنرجع لصديقة القناة اللي عايزة تقيم علاقة بنتها مع جوزها. هي دي الليفلز اللي لازم ناخدها واحدة واحدة. نبتدي باول ليفل وهو الاحتياجات الفسيولوجية، اكل، شرب، جودة البيت،
ما بيسيبش حاجة بايظة. ما هو ده برضو بيساهم في جودة الحياة اللي احنا عايشين فيها. النقطة التانية او الليفل التاني، الامان والاستقرار. هل بيضربها؟ هل بيأذيها؟ هل بيأذيها بالكلام؟ هل بيعمل لها حرب نفسية؟ هل مستقر في شغله وهي مستقرة في شغلها، ففي استقرار مالي ولا لا؟ خش بقى على الليفل التالت وهو العلاقة. العلاقة اللي بينهم الخاصة، والعلاقة من مودة وسكينة وحب ورحمة وألفة واهتمامات مشتركة وحاجات بيعملوها مع بعض. وكمان الأصدقاء، هل سمح لها ان يكون ليها أصدقاء ولا لا؟ وهو يسمح له يكون له أصدقاء ولا لا؟ هل سمح لها ان هي تبقى قريبة من عيلتها ولا لا؟ وهو قريب من عيلته ولا لا؟ بعد كده نخش بقى على الليفل الرابع اللي هو الاحترام. هل محترمها ومديها برستيج، وهي محترمة ومديله برستيج؟ الانجازات، هل بتساعده انه ينجح في شغله ويحقق اللي هو عايزه؟ هل بيساعدها ان هي تنجح في سواء في شغلها او في حياتها او في الحاجة اللي هي رسمتها لنفسها ولا لا؟ بعد كده بقى نطلع لاخر ليفل وهو تحقيق الذات. فما تجيش واحدة تفكر في تحقيق ذاتها وهي في الليفل الاولاني خالص من الاعضاء. بيتنا مش مظبوط، مش بقول انه شيك ولا انه هو عفشه فخيم ولا الكلام ده، ولا ان الاجهزه بتاعته شغاله، ان احنا قاعدين مرتاحين، انه ان واحنا قاعدين في البيت مرتاحين. او مثلا ما اتكلمش عن تحقيق ذاتي وهواياتي وانا النوم عندي ملخبط. لا، لازم ارجع للبيزكس، للاساسيات الاول، بعد كده اطلع ليفل ورا ليفل. دي الطريقة اللي انا بطبق بيها هرم ماسلو على علاقاتي انا الشخصية. في اي علاقة بيني وبين اي حد، لتساي صديقة مش بقى زوج او كده، هل مع هذه الصديقة مثلا لما بروح ناكل، هل بتشجعني ان انا اكل اكل صحي ولا بتشجعني ان انا اكل جنك واي كلام وخلاص؟ هل بتساعدني ان انا احسن من حياتي وجودة حياتي ولا وجودها في حياتي مشكلة؟ هل بحس مع هذه الصديقة بالأمان ولا لا؟ ان هي تجرحني، ان هي تفتش لي سر، انها تأذيني بكلامها. ندخل بقى على مستوى الاحترام، هل بتحترمني وبتديني هذا الاحترام قدام كل الناس، ولا بتتعمد انها تهني او تقلل من شأني او تقلل من انجازاتي او من الحاجات اللي انا بحققها في حياتي؟ بعد كده بقى الليفل الاخير اللي هو سيلف اكشواليزيشن، هل بتشجعني ان انا احقق ذاتي ولا كلامها محبط، ولما بتكلم معاها احس ان انا متضايقه او مستقله اللي عندي او حاسه ان بمقارنه بيني وبينها، فما بحقق يعني مش حاسه ان انا فولفيلد ولا ان انا محققه ذاتي. هرم ماسلو طول حلوة قوي قوي، أداة لطيفة جدا جدا، ممكن تستخدم في الشغل وممكن تستخدم في الحياة الخاصة. حاولوا تقروا عنه وحاولوا تشوفوه. أولا الكلام ده مكتوب من زمان قوي قوي قوي، من الثلاثينات أعتقد، ففي ريسورسز كتيرة قوي، في مصادر كتيرة قوي عنه، وفي ناس تناولوه كتير قوي وفيديوهات وحاجات بيتكلموا عنه. وانا لما بتكلم على اي حاجة من الحاجات دي بتكلم على الجانب العملي التطبيقي، ازاي اطبقها، مش كلام في الهوا ونظريات وبس. انا هختتم كده النهاردة الفلوج النهاردة، كل يوم بداية جديدة مع حنان عواد، واشوفكم بكرة ان شاء الله.